في تعز هنا وبالتحديد وجد كورونا فريسته، مرضى الفشل الكلوي في طابور، الضحية في حالة استسلام تام، المناعة صفر، المقاومة المفترضة للأوبئة في أجسادهم أنهكها المرض، انعدام وسائل ومواد الوقاية فاقم من معاناتهم، ليستغل الفيروس فرصته فيفتك بأرواح الحبيشي وفاطمة وآخرين. مركز الفشل الكلوي في عيادة مستشفى الثورة تم اكتشاف حالات مصابة بالفيروس، وصل عدد الحالات المكتشفة 11 حالة، منها 6 حالات وفيات و5 حالات تحت الحجر المنزلي، منهم 2 من العاملين الصحيين في المركز. وفي جانب آخر أكثر إشراقا، يتعافى عدد من المصابين بالمرض، كما هو حال الطبيب آدم الجعيدي الذي داهمه كورونا وهو يتنقل بين مراكز العزل يؤدي واجبه لينجح في التخلص من الوباء. تقوية المناعة وباستخدام الأكلات التي تقوي من المناعة، وأيضا الاهتمام الطبي من قبل الزملاء، وأيضا الحجر بشكل متواصل وعدم الخروج من مكان الحجر، هو كان أيضا من ضمن الوسائل المعالجة، وبنفس الوقت التهوية الجيدة للغرفة التي كنت فيها. وبين مقاومة الفيروس من عدمه، في المقبرة آخر المطاف، قبور حديثة ورحيل بلا وداع ووفيات بحسب العاملين، فإن الأعداد التي تصل يوميا تضاعفت إلى 5 أضعاف في الأيام الأخيرة. وفي عملية الحفر تبدو جهود السلطات المحلية أسرع بكثير مما تقدمه للقطاع الصحي. أمين دبوان لقناة المهرية.